والله قلنا بعد ماتش توتنهام قلنا ان احنا ما نستحقش ناخد دوري، والناس زعلت وقالت لك لا يا عم سيتي هياخد دوري، سيتي قادر ان هو يخلص الدوري. يا جماعه والله العظيم بالافكار القذره اللي احنا وصلنا لها دلوقتي، الفرقه لا تستحق ان هي تاخد بطوله دوري. ما ينفعش انك تلعب ب 11 لعيب مهما كان مستواهم 90 دقيقه، ما ينفعش انك تسيب برناردو سيلفا مش شايف قدامه 90 دقيقه جوه الملعب، ما ينفعش خالص. ما ينفعش تدي جاك جريليش 90 دقيقة قدام كريستال بالاس وهو مش قادر ان هو يركز في المباراة بعد دقيقة 60، لان هو عمال يبص فوق في الساعة وهنتغلب هنتعادل الدوري، مش مركز جوه المباراة. فانت رميت التقل كله على رياض وعلى كيفن دي بروين هناك، وللاسف الشديد هو الناحية التانية بيلعب على المرتدات وعلى ويلفريد زاها، بيستغل تقدمات رياض وتقدمات كيفن وتقدمات كايل ووكر، وحاطط لك لعيب سريع زي ويلفريد زاها. نفس الافكار بتاع باتريك فيرا اللي كسبنا بيها المباراة الاولى في الاتحاد، هي اقفل اطراف على سيتي وسيبه يعمل اللي هو عايزه، سيبه يلعب عرضيات للصبح. كده كده سيتي ما عندوش سترايكر، وبايع الموسم كله بكذبه ان احنا بنلعب بمهاجم وهمي وعندنا مدير فني عالمي عنده افكار جهنميه وعنده افكار فلسفيه. ام الافكار الفلسفيه الجهنميه دي هي اللي هتثبت للعالم كله ان انت السبب الرئيسي في خساره مانشستر سيتي الدوري. ما ينفعش في اخر 10 دقايق ما تنزلش رحيم ستيلينج او تنزل لعيب زي جابريل جيسوس تلعب عرضيات عليهم، ما ينفعش خالص. دي مش كورة، دي مش كورة، والله العظيم دي ما كورة. ما ينفعش ان انت تكمل مباراة كاملة بفيل فودن سترايكر وتلعب له عرضيات على الارض، عشان معلش فيل فودن قصير وما ينفعش العب له كور عالية وسط اتنين مساكين طوال. ما ينفعش خالص، والله ما ينفع. يعني انت بتلعب قدام فرقة عملت معاك نفس الجيم اللي لعبته عليك في الذهاب في ملعبك في الاتحاد، قفلت الاطراف وسابتك تلعب في العمق زي ما انت عايز. برضو ما اشتغلتش، برضو ما فيش. هتقول لي لا سيتي ضيع كور كتير، سيتي برناردو سيلفا لولا ان هو كان غير موفق النهارده كان سيتي سجل الشوط الاول. هقول لك طب ما اللعيب الغير موفق ده كمل لحد دقيقه 95 ومع ذلك ما اتغيرش. انت مقوم جابريال ومقوم رحيم ومقوم جندوجان يسخنوا، ومع ذلك انت نسيت ان في حاجه اسمها تغييرات. الازمه الكبرى بالنسبه لي كمشجع لمانشستر سيتي ان انا جاي عليا وقت وقلت الفرقه دي خساره فيها ان هي تكسب، خساره بالافكار اللي موجوده بره الملعب ان الفرقه دي تطلع كسبانه النهارده، خساره ان الفرقه اللي خرجت كليا بعد الدقيقه 80 من المباراه لان هم توتروا بطريقه غير طبيعيه ان هم يكسبوا، خساره ان هم يكسبوا علشان خاطر المدير الفني لو الفرقه كسبت هيحسب كل الانجازات دي لنفسه وبسبب افكاره الفنيه العالميه الجهبذيه الفلسفيه العميقه الكبيره جدا. فاتمنى ان المدير الفني العبقري الفلسفي اللي عنده افكار فلسفيه رائعه يتحمل كل الفشل اللي اتعرض ليه موسم مانشستر سيتي السنه دي، واتمنى بجديه ان يتم عقاب بيب جوارديولا على افعاله اللي بيعملها السنه دي في مانشستر سيتي، لان في فرق بين الافكار وبين جنون العظمه، انك ما ينفعش انك تكون غلطان. بيب جوارديولا ما وصلش لمرحله الافكار، بيب جوارديولا قاعد في مرحله جنون العظمه بقاله فتره طويله، واحنا محتاجين نتكلم شويه في حته الافكار وجنون العظمه اللي هو قاعد فيهم، لان الافكار العظيمه جدا دي هي اللي بتخلي مانشستر سيتي شكله جوه الملعب سيء جدا، رغم ان هو عنده كواليتي عاليه جدا. بس مع الاسف الشديد كل مباراه سيتي بيكون محتاج لعيب يستغل النص فرصه ما بيكونش موجود جوه الملعب، لان مانشستر سيتي لا يملك هداف، ودي حته لازم برضو تعاقب عليها بيب جوارديولا. انت دخلت الموسم من غير سترايكر علشان خاطر افكارك الفنيه، فلما تطلع الموسم ده خسران دوري وهتخسر دوري ابطال بافكارك الفنيه العظيمه جدا دي، فلا انت محتاج وقفه كبيره. اتمنى يحصل مع بيب جوارديولا وقفه زي ما كان هيحصل تطبيق كتير جدا في حاله الفوز في الدوري. هل الدوري انتهى؟ والله الدوري ما انتهاش، بس الافكار اللي تتغير. هل هننزل من مرحله جنون العظمه ولا هنفضل قاعدين في مرحله جنون العظمه لحد ما نخسر كل حاجه؟ اتمنى ان هو ينزل على الارض شويه، اتمنى ان هو يفكر في ليام، اتمنى ان هو يفكر في جابرييل جيسوس ان هو يبقى سترايكر حقيقي الماتشات الباقيه، اتمنى ان الجدول ما يسرقناش ونتعادل تاني او نقع تاني، لان ليفربول الناحيه التانيه مهما كانت ماتشاته قويه ما توقعش ان هو يقع. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فده رايي عن المباراه.